السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد وشرح جديد أي تفسير جديد لرؤية ربما يراها الأغلبية. الرؤية هي الحقنة في المنام، أي ما نقول له نحن بالفرنسية فاكسان، حقنة، الحقنة التي نأخذها في المشفى لكي نرتاح. على العموم الحقنة في المنام هي جيدة، تبشر الرأي بصفة عامة. إذا عرفت أنه يأخذ حقنة فهذا يبشر عن انقضاء ربما مشاكل سابقة أو تفريج كرب أو ربما شفائه من مرض قد أصابه طويلا. لكن يختلف تفسير رؤية الحقنة من شخص لآخر، كيف ذلك؟ ربما العزباء تراها نوع والرجل نوع والمتزوج نوع والحامل نوع، لكن الرجل بصفة عامة مهما كان متزوج أو أعزب فنفس الرؤية. سوف نفسرهم تدريجيا بالواحدة تلو الأخرى. إذا كما قلت لكم، على العموم أخذ الحقنة جيد جدا في المنام، يبشر بخير، يبشر ربما بمساعدة حتى تلقاها من شخص آخر قريب لك، ربما تبشرك بشيء قادم إليك سوف ينفعك في دينك وفي دنياك وينفعك في حياتك اليومية، ربما يكون رزق يحسن لك من أوضاعك المالية، كلها بشارات خير. بالنسبة للعزباء تختلف الرؤية بعض الشيء، إذ أن الحقنة تدل على ربما على توترها وقلقها وخوفها من المستقبل، ربما وصلت لسن معينة في العمر، تجاوزت 25 أو 30 سنة، بدأت تقلق من ناحية الزواج أو من ناحية العمل إلى غير ذلك، فهذا يدل على قلقها وتوترها من المستقبل. لكن إذا رأت نفسها أنها تأخذ تلك الحقنة فهذا جيد جدا، ربما يكون شخص قادم إليها في الطريق إن شاء الله، تبشير من الله بأن تصبر قليلا، لأن الحقنة يجب أن نصبر على ألمها بعض الشيء. هناك من يخافون من الحقنة، وأنا متأكد جدا أن هناك حتى الرجال يبكون عندما يحقنون. بالنسبة للمتزوجة هي خير، يدل على خير كثير جدا أخذها للحقنة أو رؤيتها للحقنة، وخاصة هذا الخير ربما يأتيها من أهل زوجها، سوف يساعدونها كثيرا في عديد الأمور التي تتعلق بحياتها مع زوجها، ربما يوفرون لها سكن، ربما يكونون ناس كرماء، ربما لن تقع بينهم أي مشاكل، ستكون مثل ابنتهم بالضبط، لا في مشاكل أو لا فرق بينها وبين الأولاد الآخرين والبنات. أيضا تدل على حياة طيبة بالنسبة لها، وتدل على أن حياتها ستكون هانئة. بالنسبة للحامل لها ربما دلالة على أنها سوف تلد ولادة يسيرة جدا، وألم الولادة الكل ربما يعاني منه أو الكل يأتي، لأن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، لكن ستكون يسيرة، أي لم يكون خفيف بعض الشيء أو مؤلم عفوا بعض الشيء في الأول، لكن سيزول كل ذلك وستكون يسيرة أي دون نتائج سلبية بإذن الله، يكون كله خير. والحقنة عموما هي في المنام لكل من يرى حقنة، وأنه ربما ترى نفسك أنك تحقن شخص أو تقدم حقنة لشخص، فهذا تأويله أن ذلك الشخص سيصيب منك أنت منفع، أي ستقدم له خدمة، ربما ستعينه ماديا، ربما سوف تساعده في عمل زواج أو في مشروع أو غير ذلك، أو ستخطب له فتاة. إذا رأيت ربما امرأة كبيرة تحقنك أو تحقن شخص، فإن تلك المرأة ربما تكون وسيطة أو تكون فاعلة خير أو وسيطة خير بين ذلك الشخص والشيء الذي يريده، ربما تتوسط له في عمل، ونحن نكره الوساطة لكن على مراد الله في هذه الدول العربية كما تعلمون. أيضا ربما تتوسط له في زوجة، تكون سبب في خطبته لفتاة أو تقريب المسافة، هو من الله كل شيء، لكن هناك أسباب يجب أن يتخذها الفرد. كل ما يخص تقريبا الحقنة ذكرته لكم، كل من له أي استفسار يترك تعليقه أسفل الفيديو أجيبه إن شاء الله. وبالله إخوتي الكرام اعذروني إن لم أجب على أحد، والله العظيم الأمور تداخلت علي، كل إنسان له مشاغل في الحياة، لا تلوموني إن لم أجب على شخص، سأحاول أن أبحث عن الجميع، من لم أجب عنه سأجيبه إن شاء الله. هم قناتين ولا زال جديدتين، لكن الطلبات كثيرة جدا، أريد أن أستوفي للجميع حتى يكون الجميع راضي ولا يغضب أحد، وأجرنا على الله كما قلت لكم سابقا، لا نحن لا نريد أجرا من أحد، نريد أجرنا من الله فقط.
لم يبقى لي إلا أن أقول لكم، وهذا فضل وليس أمر، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا ذلك الزر الصغير هو زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. وأيضا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب أي لايك، لكي أحس ربما بأن هناك تفاعل معنا، وبالتالي نقدم لكم كل ما هو جديد وما ينفعنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.